هذه النشرة برعاية كاستربول اس اي موبلر دينتالي. قبل أسبوعين من الانتخابات السويدية، حزب سفيريا ديمقراطنا يطالب بإيقاف حصة السويد من لاجئي الأمم المتحدة. تحقيق حكومي يظهر وجود أوجه قصور عديدة في مواجهة التطرف في السويد. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الكومبس، معكم هاني نصر. قبل أسبوعين على موعد الانتخابات العامة في البلاد، طلب حزب سفيريا ديمقراطنا أن تتوقف السويد عن استقبال حصتها من اللاجئين القادمين عن طريق الأمم المتحدة مؤقتا. وقالت المتحدثة باسم سياسة الهجرة في الحزب باولا بلير لصحيفة أفتون بولادت إن نظام الحصص أمر جيد في حال كان لدى السويد وضع مناسب لاستقبال اللاجئين، مشيرة إلى أنه يجب إصلاح نظام اللجوء، وحتى يتم ذلك لابد من إيقاف برنامج استقبال اللاجئين حسب قولها. وعلى صعيد مماثل، ذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية إنه في حال فوز اليمين المتطرف في السويد فسيكون أحد أبرز رموز السياسة الإسكندنافية فيما يخص التسامح مع موجات اللاجئين والمهاجرين على مر العقود قد سقط، لتلحق السويد بذلك بالدنمارك ودول أوروبية عديدة. أظهرت نتائج تحقيق حكومي وجود قصور كبير في عمل مؤسسات الدولة السويدية للوقاية من التطرف العنيف. ووفقا للتقرير، فإن بيئات العنف المتطرفة قد نمت من 300 إلى 3000 في غضون سنوات قليلة فقط، إذ انضم 300 شخص إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش، عاد منهم إلى البلاد 150 شخصا فقط. واقترح التحقيق أن تقدم الشرطة معلومات إلى لجان المؤسسات الاجتماعية بسهولة أكبر، وأن يكون لهذه المؤسسات الفرصة لتبادل المزيد من المعلومات حول الأشخاص الذين من المحتمل أن يمارسوا أعمالا متطرفة أو عنيفة أو يرتبطوا بشكل أو بآخر بمنظمات ذات صلة بالأعمال الإرهابية. انتقد رئيس حزب اليسار السويدي يوناس خوستدت في خطاب ألقاه في أوميو كلا من الأحزاب اليمينية ورئيس الوزراء ستيفان لوفين والحكومة على حد سواء، وذلك لما وصفه بفشلهم القيام بما يكفي لمواجهة عدم المساواة في البلاد. وركز في خطابه على الطلبة والوعد الانتخابي لحزبه اليسار في توفير مخصصات تكميلية للطلاب في العطلة الصيفية. هذا وقد أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى ارتفاع شعبية حزب اليسار قبل أسبوعين فقط على الانتخابات، حيث زادت شعبيته في هذه الاستطلاعات بنسبة 9%، وكان الحزب قد حصل على شعبية 5.7% في انتخابات العام 2014 الماضية. إلى شأن آخر في هذه النشرة، وهذه المرة في الشأن الاقتصادي، فأرقام جديدة صادرة عن رابطة مالكي العقارات في العاصمة ستوكهولم أوضحت وجود ازدياد في عدد إيجارات السكن لفترة قصيرة بدون إذن مسبق من ملاك تلك المساكن، حيث وصلت نسبتها إلى حدود 75%. وقد عزى خبراء العقارات هذه الزيادة، عزوها إلى وجود سوق إسكان مضطرب في العاصمة ومدن البلاد، فضلا عن أن هذا النوع من التأجير يدر أرباحا جيدة على المؤجرين. وأوضحت تلك الأرقام أن عملية التأجير لفترة زمنية محددة تتم عبر مواقع معروفة مثل Airbnb وبلوكيت. وخلال الصيف ارتفع في أنحاء السويد عدد المستأجرين بشكل عام للشقق أو غرف داخل المنازل لأوقات قصيرة ليصل إلى 325 ألف مستأجر. أيضا مشاهدينا، في أخبار السويد، انتهت أعمال الصيانة والتحديث في مسارات قطارات العاصمة ستوكهولم التي بدأت صيف العام الجاري، فاعتبارا من اليوم عادت الحركة إلى وضعها الطبيعي مجددا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السويدية
عن مسؤولي شركة سكك الحديد الوطنية، وتأمل الشركة أن تتراجع المشاكل على المسارات التي تم تجديدها حديثا. وكان المسافرون على مسارات ستوكهولم وبقية مدن البلاد قد واجهوا صعوبات كثيرة في تنقلاتهم هذا الصيف، تمثلت في إلغاء الكثير من الرحلات وساعات طويلة من الانتظار، فضلا عن زيادة محطات تبديل للرحلات، وذلك بسبب ما تطلبه العمل على إجراء تجديدات واسعة في شبكة السكك الحديدية بين ستوكهولم وبقية المدن. في موقف لافت صادر عن أكبر دولتين في الاتحاد الأوروبي، دعا وزير الخارجية ألمانيا هايكو ماس إلى تشكيل تحالف من أجل التعددية لمواجهة استراتيجية أمريكا أولا التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن هذا التوجه يجب تطبيقه على وجه الخصوص في التعامل مع قضايا غرب البلقان والشرق الأوسط وإفريقيا. فيما دعا من جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى تجنيب الاعتماد على الأمريكيين أمنيا، معتبرا أن ضمان أمن أوروبا هي مسؤولية الأوروبيين. يأتي هذان الموقفان في ظل تفاقم اختلاف المواقف بين الأوروبيين والولايات المتحدة في قضايا دولية عدة، من بينها الملف النووي الإيراني وحتى أيضا التجارة بين ضفتي الأطلسي. ماذا عن درجات الحرارة ليوم الغد؟ نهاية هذه النشرة، تحياتي وتحيات فريق العمل، مشاهدينا إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية جاستريبول، اس اي موبلر، دينتالي.